الحمد لله وحده. نتكلم عن الأثر، وأن تبقي الأثر إن كنت صالحا أيها المؤمن والمؤمنة، ألا تلغي أثر غيرك بزوال روحه بسببك. كيف أسبب ضررا قد يلحق بشخص يلحق بالدار الآخرة؟ إن ذلك بفعل الاحترازات. البعض منا يتهور ويضحك والناس يخافون، والاحترازات من يمينك ويسارك أمر شرعي. يا أخي، ضع على فمك كمامة، اغسل يديك، إياك والتقارب، كن متباعدا حتى نلتقي من جديد ونحن في عافية. إن إيراد المريض على المصح ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحق به غيرك. أحبابي، الاحترازات هذه أوامر ليست صحية فقط، بل هي أوامر شرعية. نعم، هي من بذل السبب الشرعي الواجب، والتساهل في ذلك أدى إلى أن بعض الآباء والأمهات كنا سببا في رحيلهم عن هذه الحياة. لذلك احذر، مع أنه ليس في الكون شيء يقع إلا بأمر الله، لكن الله أمرنا ببذل الأسباب. اللهم ارفع عنا الوباء يا رب العالمين.